مصنع السماد الحيوي بيسبب لنا مشكله كبيره جدا وتلوث خطير على صحه المواطنين بجوار الكتله السكنيه والمدارس، واحنا بنطالب من سياده المحافظ بانه يخرج الكتله السكنيه وخارج المدارس. الزباله دي بقى لها 50 سنه، 50 سنه محطوطه في شط زمالك. مهما يجي المحافظ بعدي كل يوم من هنا بروح بورسعيد، المحافظ كل يوم يوميا بروح بورسعيد من هنا. شايفين الدخان وشايف الدخان وساعات بعدي والدخان جاي كده، لو الريح جه شرقي الدخان بيجي عليه برضه ما بقاش شيء. انا ده بقى لها 50 سنه. شكرا شكرا.